بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادفت وقت إجابة ونحو ذلك فاستجيبت دعوته. فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فإنه يكون بذلك غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. أعد. فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فإنه يكون بذلك غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه عن الدعاء، وأنه أعظم الدواء وأنفعه في علاج كل الأدواء وجميع الأسقام وأنواع الأمراض. ومر معنا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الشروط التي لا بد من رعايتها والعناية بها ليكون الدعاء مستجاباً، وليكون للدعاء أثره وعائدته ومنفعته. وهذا الفصل أراد أن ينبه به رحمه الله تعالى أن بعض الناس قد يغتر ببعض ألفاظ الأدعية التي هي من إنشاء بعض الناس في موقف معين أو في ضرورة معينة، فدعا فاستجيب له. فكثير ما يتوهم الناس في مثل هذا المقام أن هذا السر عائد لألفاظ الدعاء، كثير ما يحصل. وفي زماننا هذا كثيرا ما يتداول بعض الناس أدعية هي متكلفة في إنشائها، ويذكرون حولها قصة واحدة معينة، إما لشخص أنشأ هذا الدعاء أو أنه دعا به فحصل مقصوده، فيتوهم الناس أن هذا السر في ألفاظ الدعاء. لا بد أن ننتبه لهذه الفائدة، فإنها ثمينة جدا. يظن كثير الناس أن هذا سر في لفظ الدعاء، سر في لفظ الدعاء. ومثل ما قال ابن القيم رحمه الله، قد تكون الإجابة التي حصلت لهذا الدعاء لاقتران هذا الدعاء بالضرورة التي قامت في صاحبه الداعي. والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد يكون عائدا إلى قوة إقبال الداعي على الله وصدقه في الإلحاح والطلب. قد يكون هناك حسنة أو حسنات تقدم بها،
فكانت سببا لقبول دعوته ووسيلة لقبول دعوته، كعفة عن فاحشة أو بر بالوالدين أو أداء للحقوق أو صنائع معروف قدمها، فتكون رافدا عظيما في قبول دعائه، رافدا عظيما في قبول دعائه. فهذا الدعاء الذي يستجاب قد يظن كثير من الناس أنه عائد للألفاظ، ولهذا في زماننا يتداولون ألفاظا مخترعة منشأة ويقولون فلان بن فلان حصل له كيت وكيت وكيت ودعا بهذا الدعاء، ويظنون إن كان فعلا ما يشيرون إليه قد حصل قد يكون ذلك عائدا إلى ماذا؟ إلى إما ضرورة قامت في الداعي، أو مثل ما قال ابن القيم صدق في الإقبال والإلحاح على الله في الدعاء، أو يكون اقترن بالدعاء أو سبق الدعاء حسنة وحسنات وصنائع معروف فكانت رافدا في قبول دعائه. ففي مثل هذه الحالة يظن كثير من الناس أن السر في لفظ الدعاء، فيؤخذ مجردا عن الأمور التي اقترن بها. يضرب ابن القيم مثال هنا للتوضيح، يقول هذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، استعمل دواء نافعا في وقت معين على الوجه الذي ينبغي فاستعمله استعمالا صحيحا فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فيكون بذلك غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. حقيقة هذه الفائدة فائدة ثمينة جدا وينبغي أن ينتبه لها، لأن كثيرا ما يتداول بعض الناس في زماننا عبر وسائل التواصل أدعية يقولون جربت، وأن فلان من الناس جربها في كذا فنفعت، ويظنون أن الانتفاع إن كان فعلا قد حصل يظنون أن السر في الانتفاع عائد إلى ماذا؟ إلى لفظ الدعاء، وليس الأمر كذلك، بل هناك صور أعظم من هذا يأتي تنبيه ابن القيم عليها. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله وصدق اللجئ إلى الله تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. هذا تنبيه مثل الذي قبله، يعني التنبيه الذي قبله يتوهم منه الناس أن هذا السر في الألفاظ، ألفاظ الدعاء، ومثل هذا عندما يدعو رجل عند قبر ثم تحصل إجابة قد يتوهم الناس أن السر عائد لدعائه عند القبر، فيتوهمون أن هذا من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء، ولا يكون الأمر كذلك. قد يكون وافق أن الرجل في ضرورة، ملح على الله، صادق في الحاحة على الله سبحانه وتعالى، فأجيبت حاجته لذلك، أجيبت حاجته لذلك، فلا يكون السر في كونه دعا عند القبر. ولهذا كثير ما يضل كثير من الناس ويتعلقون بتعلقات باطلة تبنى على ظنون، تبنى على ظنون فاسدة وأوهام كاسدة لا صحة لها. بل هناك حالة أعظم من ذلك، من هاتين الحالتين التي ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، والتنبيه عليها في هذا الموطن له أهميته حتى لا يغتر، لأن هذه التنبيهات كلها من أجل ماذا؟ ألا يغتر،
الأولى أن لا يغتر بألفاظ يظن أنها ألفاظ مجابة وأنها ألفاظ دعوات مستجابة، ولا يكون الاستجابة التي حصلت في القصة إن صحت عائدة إلى الألفاظ، وإنما عائدة إلى أشياء أخرى، أو عند قبر في الحالة الثانية، ولا يكون السر عائد إلى كونها عند القبر، وإنما لأمور أخرى من ضرورة أو صدق أو شيء من هذا القبيل. اسمع ماذا يقول ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء يعتدي فيه إما بطلب ما لا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية، فيه معصية الله، شرك أو غيره، انتبه، شرك أو غيره، فإذا حصل بعض غرضه، إذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح، ظن أن عمله صالح. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو يعني في حقيقة الأمر بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات. الآن عندما يمد الشخص بالمال والبنين ويظن أنه مسارعة بالخيرات، وهو في الحقيقة استدراج، نستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا أيضا يغتر، يعني لو قدر أن شخصا مثلا دعا صاحب قبر، وهذا من الشرك الأكبر المبطل للعمل، لو قدر أنه دعا صاحب قبر في حاجة ثم حصلت الحاجة، كم يفتن كثير من الناس في ذلك. فإن كان وجد من ذلك وصح، وكثير ما يكون في هذا من الكذب والإفك، خاصة السدنة يكذبون أشياء على العوام ليروجوا عندهم التعلق بالمقبورين ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى، فلو قدر أن شيئا من ذلك حصل فهذا من قبيل الاستدراج، لا من قبيل صحة الدعاء واستقامة العمل أبدا، لأنه لا يمكن أن يكون العمل مستقيما وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه التنبيهات مهمة حتى لا يحصل اغترار بألفاظ معينة أو بأماكن معينة أو أحوال وصفات معينة، فلا يغتر الإنسان. والخلاصة في هذا الأمر أن المعول في الدعاء استقامة وصحة هو موافقته للمشروع وضوابط الشريعة وشروطها وآدابها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك لا يغتر الإنسان به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. هذا فصل عظيم ومهم جدا في بيان الدعاء من حيث تحقق الأثر أو تخلف الأثر، تحقق الأثر، تحقق أثر الدعاء أو تخلف أثر الدعاء، لأن المرء قد يدعو له أو لغيره ثم يتخلف الأثر، أو يدعو ويتحقق الأثر. ولهذا يعني مثل ما سبق أن مر معنا أن من آداب الدعاء أن لا يستحسر المرء ويستعجل الإجابة ويقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لكن دائما، وهذه نستفيد من هذا الفصل العظيم الذي عقده، دائما يتفقد المرء نفسه،
ويتهم نفسه بالتقصير فيزيد الدعاء ويزيد الإخلاص ويزيد الإقبال ويزيد الإلحاح على الله سبحانه وتعالى، لا أن ينثني من أول الطريق بمنزلة من بذر بذرا ثم لما أوشك أن ينتفع به أهمله وتركه، طال به الأمر فأهمله وتركه. فيقول ابن القيم هنا في هذا الفصل: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده، السلاح بضاربه لا بحده. أرأيتم لو أن شخصا معه سيف وحاد ولكن يده رخوة تماما، رخوة تماما، ثم لما يضرب هكذا هي رخوة، هل يؤثر شيئا؟ لأن رخوة يده. فالسلاح بضاربه لا بحده. هذا يقصد به رحمه الله أن الدعاء في وجود عوائده وآثاره وثمراته هذا عائد إلى قوة الدعاء، إلى قوة الدعاء، والدعاء يكتسب القوة من ماذا؟ نعم، الدعاء يكتسب القوة من استيفاء شروطه وضوابطه، من استيفاء شروطه وضوابطه التي في كتاب الله وسنته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان الدعاء مستوفيا للشروط كان ذلك أقوى في الدعاء وأمكن وأدعى للإجابة. ولهذا نلاحظ في الأحاديث التي تذكر آداب الدعاء أو شروط الدعاء يذكر فيها يستجاب لأحدكم ما لم كذا، فتذكر الاستجابة مقيدة بتلك القيود والضوابط. إذن السلاح بضاربه، الدعاء بقوة الداعي في دعائه، مثل الدعاء السلاح بضاربه، أيضا الدعاء بقوة الداعي في دعائه، وقوة الداعي في دعائه راجعة إلى استيفائه لشروط الدعاء وقيوده وضوابطه التي في الكتاب والسنة. قال: فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به؟ هنا مكانها تقول: إذا كانت الأدعية أدعية صحيحة ثابتة مأثورة، والساعد ساعد قوي، والداعي داعي قوي باستيفائه للشروط وآداب الدعاء، والمانع مفقود، والمانع أي من وجود الأثر مفقود، لأن الآن لو كانت الأرض التي تضرب، المكان الذي يضرب بالسيف مع قوة الساعد وحدة السيف حصات صلبة صماء، وضربها بقوة ساعده وحدة السيف تؤثر فيها أرض أو حصات صلبة صماء متينة، ما يؤثر فيها لأن وجود مانع التي صلابة الموضع. إذن قبول المحل، قبول المحل، يعني سلامة الدعاء في نفسه وقوة الداعي وقبول المحل، وقبول المحل. فإذا اجتمعت هذه الثلاث حصلت المنفعة، مثل ما تحصل النكاية في العدو، ومتى تخلفت واحدة من هذه الثلاث تخلف الأثر. قال: فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، يعني هذا فيه ضعف الدعاء وعدم قوته، أو كان ثمة مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. فهذا تنبيه مهم. الفائدة من هذا التنبيه أن المرء في كل مرة يتخلف الأثر لا يلوم إلا نفسه، لا يرجع باللوم إلا لنفسه، يرجع لنفسه بالتقصير، لعلي كذا لعلي كذا، فيزداد في الإلحاح ويعاود السؤال ويقبل على الله بصدق ويخلص في دعائه ويصدق في رجائه مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع
سواء سأله العبد أو لم يسأله. نعم، وبناء على هذا بعض الجهال ومن لا فهم عنده ولا بصيرة قد يقول ما الحاجة للدعاء إذا كانت الأمور بقضاء وقدر، إذا كانت الأمور بقضاء وقدر والأشياء مقدرة فما الحاجة في الدعاء؟ يقول هناك سؤال مشهور وهو أن المدعو به إذا كان قد قدر لم يكن من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأل العبد أو لم يسأل. فبعض الناس ربما لجهله وظنه صحة هذا السؤال، لأن هذا السؤال في خلل، يظن صحة هذا السؤال واستقامته، فربما ترك الدعاء، ربما ترك الدعاء، وربما ظنه أنه شيء لا حاجة إليه، أو ربما قال تحصيل حاصل. ففي الإجابة على هذا هناك إجابات مغلوطة عديدة يشير إليها ابن القيم، ثم يبين رحمه الله الصحيح في هذا الأمر. نعم. فظنت طائفة صحة هذا السؤال وتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل. وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة وطئت الزوجة والأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. هذه طائفة أولى فيما يتعلق بهذه المسألة ظنت أن هذا الكلام صحيح، وهو أن المدعو به إن كان مقدر فما في حاجة للدعاء، وإن لم يقدر فالدعاء لا فائدة منه إن دعا، إذن لا حاجة للدعاء، وتوقفوا عن الدعاء، عطلوا الدعاء الذي هو أحب العبادات إلى الله وأعظمها شأنا. الدعاء هو العبادة، ومر معنا حديث عظيمة في فضل الدعاء وكرم على الله وعظيم مكانته، فظنوا هذا الأمر صحيحا فعطلوا الدعاء، وهذا مدخل من مداخل الشيطان المهلكة والعياذ بالله. لكن ابن القيم رحمه الله لما رد على هؤلاء رد برد يعني عظيم وقوي، وهو أن هؤلاء الذين يقولون هذا القول هم في الحقيقة لا يطردونه في كل شيء، لا يطردونه ولا يطبقونه في كل شيء، ولهذا يقولون دليل فساد المذهب التناقض الذي يكون عليه صاحبه، التناقض الذي يكون عليه صاحبه. ابن القيم يقول هؤلاء هم لا يطردون هذا المذهب في كل شيء، في 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 قضية مهمة، قضية الطعام والشراب، لو يقال لهم على نفس فهمهم الفاسد إن كان مقدر أن تشبع، وإن كان مقدر أن يحصل لك الري يحصل، لا تأكل ولا تشرب، اترك الطعام والشراب، هل يفعل؟ لماذا لا يفعل والدعاء تركه؟ بناء على نفس الكلام، إذا تحركت مثل ما يقول العوام عصافير البطن، بحث عن الأكل وأكل بشراهة ولم يفكر في المذهب ولا كل الأمور هذه كلها يتركها. هذا التناقض الآن في المذهب، هذا تناقض في المذهب الآن، هو نفس التقرير في الأكل يأكل ويشرب، وإذا كان مثلا اشتهى الأولاد والزوج يقول لا تتزوج ولا تأخذ، ما يحتاج، إن كان مقدر أن يكون لك أولاد ما يقبل،
وفي الدعاء وقف ترك الدعاء وهجر ظنا منه أن، ولهذا فساد هؤلاء يظهر في تناقضهم في تطبيق هذا المذهب أو هذا الرأي الفاسد الذي فهموه. نعم. وقال ابن القيم الحيوان تعقل منهم، إذا كان فعلا عطلوا الأسباب بهذه الطريقة الحيوان تعقل منهم، الحيوان تبذل السبب. يقول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبقى في العش، قال تغدو في الصباح الباكر تتحرك تبحث عنها، تغدو خماصا وتروح بطانا شبعة، وترجع مع أيضا بطعام لصغيرها في عشه. نعم. قال رحمه الله: وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. نعم. وهذا أيضا مذهب آخر فاسد في هذا الباب، أيضا منطلي عليهم الشبهة المتقدمة أو التقرير السابق، فقالوا: نحن ندعو لا لأن الدعاء له تأثير. يقول الدعاء له ليس له تأثير بناء على الكلام الذي مر. قالوا: ندعو فقط تعبد لله، تعبدا لله، لا لأن الدعاء له تأثير، أو الدعاء لا تأثير له ولا منفعة ولا أثر، لكن ندعو تعبدا لله. وهذا أيضا مذهب ظاهر فساده وبطلانه. نعم. وقالت طائفة أخرى: أكيس من هؤلاء، بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحرق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. نعم. وهذا القول الثالث أيضا قول ظاهر الفساد، يقولون أن الدعاء والأثر الذي يترتب على الدعاء، وجود الأثر هذا ليس من تأثير الدعاء، ليس من تأثير الدعاء، ليس وجود الأثر تأثير سببه وجود الدعاء، ليس هو هذا، وإنما هو الاقتران العادي، الاقتران العادي، فلا ارتباط بين الدعاء والآثار التي تترتب عليه. ومثل ما قال ابن القيم، هذا الذي يقولونه مخالف للحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء. الآن ذكر رحمه الله ثلاث أقوال في في فيما يتعلق بالمسألة السابقة، وكلها ظاهرة الفساد، ثم بين الصواب رحمه الله ذاكرا الشواهد والأدلة عليه. نعم. قال رحمه الله: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطأ،
وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. نعم، والدعاء وتحقق الأمور أو المطالب أو المصالح أو المقاصد بالدعاء، فهذا مقدر وهذا مقدر، الدعاء نفسه مقدر والآثار التي تترتب عليه أيضا هي مقدرة، والآثار المترتبة عليه مقدرة. يقول الصواب أنها هنا قسما ثالث غير ما ذكره السائل. السائل مر علينا كلامه في السؤال، وهو إن كان مقدرا فلا منفعة فيه، وإن كان فلا حاجة إليه، وإن كان غير مقدر فلا منفعة فيه. لكن يقول هناك قسم ثالث غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، ومر معنا لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر، ولهذا رد القدر بالدعاء هو من رد القدر بالقدر، نرد القدر بالقدر، نرد القدر بالقدر. فالإنسان إذا داهمه مصاب أو كانت هناك مخاوف أو انعقدت أسباب مصيبة معينة أو بلاء معين، ما يستسلم ويقول هذا مقدر ويقف، بل يرد القدر بالدعاء، يدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى حتى ينجلي عن الغمة وينكشف الهم ويزول الخوف. فالدعاء نفسه من القدر. نعم. قال: وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. إذن السؤال نفسه خطأ، السؤال نفسه المتقدم الذي بنى عليه تلك الفهوم الفاسدة، السؤال في نفسه خطأ، لأن مثل ما قال هناك قسم آخر في المسألة ما تنبه له هؤلاء، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، ومن أسبابه الدعاء، والدعاء نفسه أيضا من جملة القدر. نعم. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنده به، وكان يقول لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبا. نعم. يقول الإمام القيم رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أفقه الأمة وأعلم الأمة كانوا أقوم الناس بهذا السبب الذي هو الدعاء، وأقومهم بآدابه وشروطه وضوابطه، والبلاء إنما جاء في من بعدهم، والبدع إنما جاءت في من بعدهم، قد عافاهم الله وسلمهم وكانوا خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا أقوم الناس بالدعاء وأحرصهم عليه وألزمهم للسنة والاتباع وتقيدهم بالهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتزامهم بالشروط. ولهذا ترى أسئلتهم العظيمة في الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم تفقيها لأنفسهم وللأمة
رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر أمثلة من ما يتعلق بسيرة عمر، قال كان يستنصر به على عدوه وكان أعظم جنده، والسلاح والدعاء سلاح ويستنصر به على الأعداء، استنصر به على الأعداء. ولهذا تجد في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كلها استنصار على العدو بالدعاء. وكم يحتاج الناس في هذا الزمان أن يلحوا على الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم، وأن يجعل كيد عدوهم في نحره. كان عليه الصلاة والسلام إذا خاف عدوا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا استنصار بالدعاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. الدعاء ضرورة وسبب عظيم وسلاح متين، ينبغي سلاح لا يخبو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سلاح عظيم جدا ينبغي على المسلمين أن يفزعوا إلى الله، ولا سيما في هذا الزمان الذي تسلط فيه الأعداء وكثرت فيه شرورهم، أن يفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن ينصر من نصر دين الله سبحانه وتعالى. هذا استنصار بالدعاء. قال عمر: كان عمر يستنصر به على عدوه وكان أعظم جنده، وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء، أي بالدعاء، من السماء أي بالدعاء، بالفزع إلى الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى. وكان رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه ومعصيته. يقول رحمة الله عليه: من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فقد أريد به الإجابة. ولهذا من النعم العظيمة والمنن الجسيمة التي يوفق الله لها عبده أن يوفقه للدعاء. وإذا وجد المرء في نفسه إقبالا على الدعاء فهذا من أمارات الخير ودلائل التوفيق. إذا رأى نفسه منشرحة ومقبلة على الدعاء، وكل ما مر عليه وقت أقبل على الله وأخذ يلح ويدعو وهو حسن الظن بالله، عظيم الإلحاح على الله، صادقا في دعائه والتجاءه إلى الله، معتنيا بشروط الدعاء وآدابه وضوابطه، هذا من علامات الخير، من علامات الخير ودلائله إذا وفق العبد. وإذا حرم الدعاء حرم الخير. قال أحد السلف: تأملت في جماع الخير فإذا الخير كثير، الصلاة خير والصيام خير والصيام خير، وإذا كل ذلك بيد الله ولا نقدر على شيء في يده مما في يده إلا أن نسأله، فأدركت أن جماع الخير الدعاء، أن جماع الخير الدعاء، فالدعاء جماع الخير وهو مفتاح كل خير. فإذا حرم المرء الدعاء حرم الخير.
وإذا وفق وشرح صدره للدعاء فهذا من أمارات الخير ودلائل التوفيق. والله سبحانه وتعالى يحب الدعاء ويرضى عن الداعين. وفي هذا الحديث وقد تقدم معنا من لم يسأل الله يغضب عليه. يقول ابن القيم هذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه، كل بلاء ومصيبة في غضبه. ومن لم يسأل الله ماذا؟ يغضب عليه. يغضب عليه. إذن ينبغي على العبد أن لا يهجر الدعاء، ولا يليق بالعبد أن يهجر الدعاء، بل الجدير بالمسلم أن يكون قريبا من الدعاء في كل وقت، يقبل على الله ويدعو يا رب يا رب، يلح على الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثر أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. نعم، يعني هذا من أخبار بني إسرائيل، ويغني عنه ما سبق في الأدلة والآيات والأحاديث التي قدم الإمام رحمه الله ذكرها. نعم. قال رحمه الله: ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. نعم، يعني الأسباب الصالحة لنيل الخير في عبادة الحق أو الإحسان إلى الخلق، هذه لها أثرها على العبد، بل آثارها العظيمة وعوائدها الكريمة عليه في الدنيا والآخرة. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالعبد كل ما كان أعظم تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وعناية بالبر والإحسان إلى الخلق، كان ذلك من أعظم الأسباب الجالبة للخير له، من أعظم الأسباب الجالبة للخير له. فالإيمان والعمل الصالح يثمران كل خير في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة هو ثمرة من ثمرات الإيمان، وكل شر يدفع عن العبد ويوقى منه العبد هو من ثمار الإيمان والعمل الصالح. فكل ما كان العبد أعظم عناية بالأسباب النافعة كان ذلك سببا لجلب الخيرات ودفع الشرور. فما استجلبت نعم الله ولا استدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما نافعا موسعا مفيدا في ترتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة على ما يكون من العبد. فالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية يترتب عليها كل خير، والأعمال السيئة والشر والفساد يترتب عليه أيضا، مثل ما قال الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال جل وعلا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا يعني مبحث نافع ومفيد، وذكر رحمه الله تعالى عليه أمثلة كثيرة جداً.
ويؤجل الكلام عليه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى اللقاء القادم. وأنبه أن هذا الدرس الذي هو درس المغرب مستمر كل ليلة عدا ليلة الجمعة، عدا ليلة السبت، يعني يوم الجمعة ليلة السبت يتوقف، الذي هو الليلة القادمة، وإلا هو مستمر في جميع أيام الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليك: هل ثبت أن يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر وقت من أوقات إجابة الدعاء؟ ورد في هذا الباب حديث عن جابر رضي الله عنه، وهو مخرج في الأدب المفرد للإمام البخاري وفي عدد من المصادر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب دعا يوم الاثنين، ثم دعا يوم الثلاثاء، ثم دعا يوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. والحديث على الصحيح غير ثابت، الحديث على الصحيح غير ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وعلى فرض ثبوته، على فرض ثبوته فلا يفيد تخصيص ذلك الوقت، فضلا عن تخصيص مكان معين يتحرى فيه الدعاء، وإنما يستفاد منه إن صح فائدة عظيمة هي متقررة، وهي مداومة الدعاء، مداومة الدعاء والإلحاح، وأن الإنسان لا يتوقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الحديث إن ثبت دعا الاثنين ثم دعا الثلاثاء ثم استجيب له في الأربعة. فبعض الناس يأتي ويقصد الأربعة نفسه، فلا يكون حتى وإن صح الحديث لا يكون طبق الحديث، لأن النبي ما خص عليه الصلاة والسلام الأربعة، وإنما دعا الاثنين ثم دعا الثلاثاء ثم دعا الأربعة فاستجيب له في الأربعة. فالفائدة التي تستفاد منه إن صح هي الإلحاح، ادعوا ربكم تضرعا، ويكثر من الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى فيه. وما جاء في الحديث أن جابرا قال: لم تعرض لي حاجة إلا تحريت ذلك الوقت، هذا غير ثابت، هذا على الصحيح غير ثابت عنه رضي الله عنه. نعم. يقول: ظلمني أحد الموظفين في البلدية ومزق أوراقي وقد كنت أعطيتها له، فاعتراني شعور بالظلم، فدعوت الله عليه أن يمزقه كما مزق أوراقي، فمات بعد سنتين أو ثلاث بحادث مروري مزقت فيه جثته، بحيث لم يستطع على أن يغسل أو يكفن، بل وضعوه في كيس بلاستيكي وخصص لذلك، هل علي إثم أو هل علي شيء فيما دعوت عليه؟ العقوبة حتى في دعاء الشخص على من ظلمه لا يتجاوز فيها حد المظلمة، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، يعني بعض الناس يظلم في قضية ما معينة وفي مصلحة من مصالح الدنيوية، فيدعو على من ظلمه بأن يجعله الله من أهل النار مخلدا فيها، ظلم، أو يدعو عليه بأشياء هي أعظم من الذنب. الله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. وفي سورة الشورى قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أخذ العلماء من هذه الآية أن المراتب ثلاثة، المراتب في هذا الباب ثلاثة:
الأولى جزاء سيئة بمثلها وهذا عدل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المرتبة الثانية العفو وهذا أكمل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والمرتبة الثالثة الظلم، إن الله لا يحب الظالمين. ففي مثل هذه الأمور يأتي سؤال الآن، إذا مزق الموظف ورقة الإنسان، هل تمزيق الورقة يستحق به عقوبة شرعية أن يؤتى به ويمزق بدنه؟ هل يستحق؟ هو لا يستحق ذلك لتمزيق الورقة. نعم هناك عقوبات أخرى يكون مستحقا لها، لكن اتفاقا ليس مستحق أن يمزق بدنه، إذن لا يصح أن يدعى عليه بذلك، لا يصح أن يدعى عليه بذلك. وقد يكون هذا الأمر منية ذلك الرجل ولا علاقة لها بدعوة هذا الداعي، أو يكون دعا عليه بأمر لا يستحقه، لا يستحق أن يدعى عليه في مثل ذلك بمثل هذا الدعاء. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وأين التسرع في مثل هذا الدعاء مما وقفت عليه في ترجمة عون بن عبد الله في سيرة أعلام النبلاء، وهي فائدة ثمينة أدعو الجميع إلى تقييدها إما في الذهن أو كتابة. قالوا ذكروا في ترجمته: كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك، كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. مرة رويتها في أحد المجالس، قال هذا وهو مرتاح ما هو غضبان بماذا يدعو إذا كان في شدة الغضب بارك الله فيك، فكيف هو مرتاح؟ فالحاصل أن الإنسان ما ينبغي أن يتسرع، وهذا مثل يعني من الاستعجال في الدعاء. نعم. يقول جزاك الله خيرا: هل من أكثر من الدعاء فقط في طلب الأمور والمصالح الدنيوية؟ أعدش. أكثر من الدعاء. نعم. في طلب الأمور والمصالح الدنيوية فقط، هل عليه شيء؟ الله جل وعلا قال في سورة الحج عقب ذكر أحكام الحج في خاتمة أعمال، قال: فمن الناس، سورة البقرة، ها؟ نعم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة. نعم، في سورة الحج، في سورة البقرة، نعم، آيات الحج في سورة البقرة، في آيات الحج، في خاتمة آيات الحج من سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة، نعم، من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنها كانت أكثر دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يقصر دعاءه على الأمور الدنيوية فقط، فهو إلى أمور الآخرة أحوج، وضرورته إلى الآخرة أحوج. قد يدعو بحاجات في الدنيا وهو غدا سيغادر الدنيا ويلقى الله سبحانه وتعالى ويلقى اليوم الآخر وما فيه، فحاجته إلى السؤال فيما يتعلق باليوم الآخر أعظم، وضرورته إليه ألزم وأشد. نعم. أحسن الله إليك. يقول: لماذا اشتد خوف السلف من هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ هذا من عظم إيمانهم رضي الله عنهم، لأنه كلما عظم الإيمان عظم الخوف، ومثل ما قال الحسن رضي الله عنه: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، جمع بين إحسان ومخافة. فمثل هذه الآية آية توجب الخوف: بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فيخاف الإنسان، يخاف أن يرد أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هذه تخيف
تخيف العبد عندما أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مثل هذه الآيات تحرك في القلب ولا شك خوفا عظيما، وهذا من كمال إيمانهم. يقول الحسن: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل، قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.